انا عارف طبعا انت بتصمم الفنانين كتير، قول لنا مين الفنانين اللي بيلبسوا من مصمم الازياء احمد حمدي؟ بصراحه هم كتير، قول لنا. الحمد لله ما شاء الله، الحمد يعني. لله الحمد لله فضل ونعمه يا رب. مين قول لي اول اسم؟ اول اسم جالي استاذ تامر حسني. تامر حسني، فنان تامر حسني، ده من الناس اللي شجعتني في بدايه حياتي، وكان اول واحد وكان اول رهبه ليا. للاسف طبعا ما اتصورتش معاه، بس هو لغايه دلوقتي انا محتفظ بكلمه كتبها لي لغايه دلوقتي، وده ساعدتني كتير. الكلمه ديت ممكن مجرد كلمه في نوت بوك بس فرقت معايا جدا. ايه الالوان اللي بيحبها تامر حسني؟ الاسود، بحب الاسود، يعشق الاسود والابيض، يعني بعدين الابيض. اوكي، بس الاسود ده الاساس. ايه الالوان ما بيحبهاش بقى؟ طبعا الالوان اللي هي مفرقعه شويه، القويه قوي، ملهوش هو في الحته ديت. زي ايه مثلا؟ يعني مثلا روز مثلا. أوكي. مش هيروح الاتجاه ده. معنى في فنانين تاني ممكن تلبس جاكيت روز. أوكي. لا هو مش ستايله. طيب مين الفنانين تاني قول لي؟ في استاذ احمد حاتم، اخويا وحبيبي. ده برضو من الناس اللي وقفت جنبي. خالد سليم. خالد سليم انا عارف ان هو بيلبس عندك، انا شفت له كذا حاجه بينزل عنده على السوشيال ميديا. خالد سليم ده كان حتى تقريبا في اخر حاجه كان مهرجان الجونه تقريبا. مهرجان بالظبط، الجونه. مهرجان الجونه كان لابس تقريبا في كل المهرجانات او معظم المهرجانات تقريبا. انا كنت على طول مع استاذ خالد سليم. مين تاني؟ شريف منير. اخويا شريف منير. يعني مش عاوز اكبره واقول والدي، بس هو يعني اخويا الكبير اللي بحب احترمه ودايما حتى بتكلم معاه. ايه الالوان اللي بيحبها شريف منير؟ استاذ شريف منير حلاوته ان هو منفتح، قابل لاي حاجه مختلفه وجديده بشكل جديد. يعني انت لما بتعرض عليه مثلا فكره تصميم بدله هو بيرحب، بيرحب بيها جدا. تمام. جدا. بس انا دايما لازم اكون حذر جدا علشان هو سنه لا يسمح في اي حته ينفع يلبس اي حاجه، فلازم يبقى فيه في اماكن معينه. انا اوكي هنروح الدايركشن ده، يبقى لازم البدله دي هتتلبس في المكان ده. لو انا عاوز ابقى مختلف او حتى بنسميها ستاند اوت، تمام، لازم هنروح الدايركشن ده. لو هنلبس حاجه تانية لا، يبقى احنا او هنطلع في 1 2 3 لا، يبقى لازم بالوان شكل معين. فبس هو راجل مرحب جدا، بيحب الحياه، ربنا يديله الصحه يا رب. فنان جميل وعظيم جدا جدا جدا. طيب قول لي مين الفنان اللي انت عرضت عليه مثلا تصميم بدله ومطرقعه شويه وقال لك لا 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 لا، ودخل معاك في جدال وانت كنت مصمم على رايك وهو قال لك لا انا مش هلبس الكلام ده واعترض بكل صراحه؟ ممكن استاذ خالد النبوي. والله ايه بقى، احكي لنا الموقف. استاذ خالد النبوي لما بنقعد مع بعض وبنتكلم على انا شايف حضرتك تروح كده، دايما بيحب حته الكلاسيك قوي. اللي لا انا عاوز ابقى شكل معين، الشكل دوت هو ده اللي انا عاوز اظهر بيه. مش عاوز اي حاجه اوفر كده. بس شخصيته، الشخصيه ده جزء كبير جدا من اللبس. بتدي له هبه، يعني ليه هبه. وطبعا ناس كتير جدا 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 ليهم هبه. بس بيحب دايما الحته الهاديه اللي ما فيهاش شغل كتير. هو رزين يعني. هو خد النبوي جميل، رزين جدا، جميل جدا جدا. فكل ما بقول له مثلا لا احنا طبعا هنعمل بقى الزرار بقى بلون ذهبي مش عارف، لا 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 خليك حاجه عاديه هاديه. وحتى طريقه كلامه هادي. ده فشخصيه جميله جدا جدا جدا. وليه ما يمشيش ورا اي حاجه كده بسرعه، لا بينقي الحاجه بهدوء ورزان، وبيفكر قبل ما ياخد اي قرار في اي حاجه، بالذات معايا يعني في حته كبدله كقميص كبنطلون، لا كل حاجه لا بهدوء بهدوء. مين تاني فنانين بيلبسوا معاك؟ في احمد، استاذ احمد رزق. استاذ احمد حلمي. احمد حلمي، احمد حلمي خطير يعني. بيحب بقى قول لي كده احمد حلمي بيحب ايه؟ منفتح ويحب اي حاجه، يعني انت لو عرضت عليه فكره مطرقعه ممكن يقبلها جدا. وما شاء الله يعني عنده دريسنج روم كده لنظارات. ما شاء الله يعني. عنده جميع اشكال النظارات. فبتيجي بقى ساعات لما بخش عنده لا هو انا هنقي انهي نظاره، ما هو كتير. ايوه فيعني فما شاء الله بتحتار. فبس هو منفتح وحابب ان هو لا يغير ويلبس. بيحب الوان ايه؟ معظم الحاجه بتبقى كلها اسود، رمادي، كحلي، بحس ان هي دي بتبقى المناسبات اللي هو دايما بيروحها. في الافلام اللي انا كنت عامل له فيلم لا
متقبل ان هو يلبس جاكيت قطيفان بيتي، جاكيت سيديري كاروهات ابيض في اسود بس الكاروهات تبقى كبيره، يعني بيحب الجديد مختلف لبني ممتاز. طيب عايز اسالك، مين الفنان اللي قال لك انا تخنان كرشي؟ عايزك تداريلي بقى الكلام ده ما يبانش، قول لي بقى. سؤال محرج شويه. لا قول قول على طول. لا ممكن هقول لحضرتك استاذ بلاش احمد رزق. كرشو يعني قول لي حد كان تخنان لا وقال لك بالعكس. لا استاذ احمد رزق كان خس جامد جدا جدا ما شاء الله عليه، هو خس فعلا الفتره الاخيره. بس مثلا ممكن كان ايه في الفتره اللي انا بنعمل البدله كان ممكن الزاد شويه في الحته، فقال لي احمد لا نزل، يعني ايه عاوز الم جسمي عشان ايه ما بانش يبان اللي انا خاسس، اللي انا خاسس، لان كده كده انا هكمل تاني هخس تاني. انا بس الفتره دي. فممكن يكون الاستاذ احمد رزق مثلا في الحته ديت. طب مين الفنان اللي بيتعبك وانت شغال معاه في تصميم بدله او عنده مناسبه فانت بتبقى مضغوط جدا عصبيا ونفسيا بسببه بصراحه برضه؟ فنان لا ما فيش اي حاجه مثلا على بالي كفنان. ممكن بقى مصمم ازياء. مصمم ازياء ازاي بقى احكي لي؟ استاذ هاني البحيري اخويا الكبير، كل التحيه للمصمم الازياء هاني البحيري. استاذ هاني البحيري وطبعا ده انا وهو بنخش في نقاش وجدال في النقطه ديت. هو شخصيه جميله جدا طبعا، الراجل فنان مبدع في شغله. فلما بنيجي مثلا انا ببقى عاوز مثلا دايركشن معين او اتجاه معين وهو عاوز اتجاه تاني، طبعا هو عشان خبرته اقوى مني طبعا وشرف ليا ان انا اتعلم حتى كمان منه. بس انا عايز اعرف ايه المشاركه في التصميم؟ انتوا بتشاركوا مع بعض في التصميم؟ لا ما هو لا، لما انا بكون بنفذ له جاكيت لي او بدله لي ليه هو شخصيا أوكي. فهنا بيبقى بيحصل هنا النقطه ان انا ببقى عاوز عاوز اثبت له وجهه نظري صح، وهو برضه بيثبت لي وجهه نظره صح، وهو دايما بيطلع صح. طيب يعني حلو قوي. قول لي بقى من الاسماء الكبيره اللي انت قلتها من النجوم السوبر ستار اللي انت ذكرتهم دلوقتي اللي بنسمع عندك، لو حد من فنانين او المطربين المهرجانات اللي ظاهره طبعا الفتره دي واللي انت عارفهم قال لك انا عايز بدله، هتقدر تصمم له؟ اصمم له، ما عندكش مشكله؟ لا ما عنديش مشكله. طب لو طلب منك تعمل له بدله غريبه الشكل، يعني الحاجات اللي هي مشجره والورد والاحمر والاصفر والاخضر وكله كده كوليكشن، هتوافق؟ اول حاجه وقال لك انا عايز الشكل ده؟ لا هو مش لازم اشوف زي الصوره اللي هنعرضها دلوقتي على الشاشه زي كده. لا لازم اشوف هو هيلبس ده فين طبعا. لا بس على الصوره الاول وهل ده يتناسب؟ هتعمل ده؟ ممكن اوظف ده بس بشكل تاني مختلف. طب انت عاجبك ده ولا مش عاجبك؟ يعني البدله دي هو ليه كاركتر، حمو بيكا ليه كاركتر طبعا مختلف وعاوز احنا مش بنتكلم على حمو بيكا، احنا بس بنتكلم على تصميم البدله. لا تصميم البدله طبعا. طب ايه رايك في الستايل ده؟ ده حسن ابو الروس. حسن ابو الروس انا كنت عامل له بدله فرحه، عملت له بدله فرحه وعملت له بدله تاني برضه في مهرجان القاهره السينمائي. طب ايه رايك في الستايل بتاعه في القميص والبنطلون؟ ستايل بنسميه هيبي او بوهيميان ستايل، هو ده اصلا اسمه ستايل بوهيميان. يعني ايه؟ ستايل بوهيميان ستايل بوهيميان ده اللي هو عارف ستايل الناس اللي بتبقى واقفه في الصحراء وبيحبوا الحاجات الواسعه المفتوحه كده، ده الستايل اللي هو بيسميه البوهيميان. هو حسن بيحب دايما يبقى مختلف من ايام الجامعه، مش هو شخصيته كده من ايام الجامعه، هو بيحب دايما يبقى مختلف. ممكن ساعات بيخون الحظ في حته ان هو لبس حاجه مختلفه بزياده قوي. بس هو شخصيه جميله جدا، بس هو كاركتر قوي مهايبر شويه. مهايبر طبعا وبالعكس هو ده مميزه ان هو يكون طيب مهايبر. نروح للفنان خالد انور. استاذ خالد انور تحفه، البدله عامه عجباني. بس انا عندي طبعا تعليق ليها، اللي ما اقدرش اروح بيها مهرجان زي كده مفتوح، حتى لو بره بيعمل بيلبس كده او في ناس اجانب ممثلين بيلبسوا الكلام ده، مش ألذ طبعا حاجه ان انا اظهر بيها. ايه رايك في الستايل ده؟ الستايل ده
جديد مختلف. انا كان ممكن افضل لو كان نص كم ده في مهرجان على فكره. ما انا فاهم. لو كان نص كم هيبقى اجمل. هيبقى بس حتى المقلم طالع موضه، حتى انا لابسه. أيوة المقلم هو لابسه على كحلي، انا لابسه على رمادي، فطلع موضه. الصفين موضه 2021 ولا 22 ولا هي مكمله؟ هي مكمله. اوكي تمام، فهي حلوه. انا بس ممكن كان تعليقي على القميص يبقى نص كم. اوكي.